بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، أمر بالاجتماع والاختلاف، ونهى عن التفرق والاختلاف، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لعباده ما يصلحهم في دينهم ودنياهم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. في هذه الآيات يأمر الله عباده بتقواه، ويأمرهم بالتمسك بالإسلام إلى الممات، ويأمرهم بالاعتصام بحبل الله وهو الإسلام أو هو القرآن أو هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وينهى عن التفرق، ويذكر بنعمته على المؤمنين إذ جمع بينهم وألف بين قلوبهم وأزال ما في قلوبهم من العداوة من بعضهم لبعض، وجعلهم أمة واحدة وإخوة في الدين. يذكرهم بهذه النعم ويحثهم على شكرها، ويأمرهم سبحانه وتعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقول لمن فعل ذلك فأولئك هم المفلحون، وينهى عما كانت عليه الأمم الأخرى من التفرق والاختلاف من بعد ما جاءتهم البينات وجاءهم العلم، فهم لم يختلفوا عن جهل وإنما اختلفوا عن هوى والعياذ بالله. ويتوعدهم بالعذاب العظيم، ويخبر أنه في يوم القيامة تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تبيض وجوه أهل السمع والطاعة، وتسود وجوه أهل الفرقة والشناعة. وقال الله سبحانه وتعالى:
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. يأمر سبحانه وتعالى المؤمنين بأن يطيعوا الله فيما أمر به فيفعلوه، ويطيعوه فيما نهاهم عنه فيجتنبوه، وكذلك يأمرهم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول لا يأمر إلا بما أمر الله به، ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه، لأنه مبلغ عن الله وأمين على وحيه. ثم يأمر بطاعة ولاة الأمور، ولاة أمور المسلمين، لما في ذلك من المصالح العظيمة ودفع المضار. ثم يأمر عند النزاع أن يردوا الحكم فيما تنازعوا فيه واختلفوا فيه إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك خير لهم عاجلا وآجلا ومآلا، ذلك خير وأحسن تأويلا، أي مآلا وعاقبة. هذا منهج أهل الحق، أنهم يطيعون الله ويطيعون الرسول ويطيعون أولي الأمر من المسلمين، ويتحاكمون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما منهج أهل الضلال فهم على خلاف ذلك، يعصون الله ويعصون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشقون عصا الطاعة، ويتحاكمون إلى القوانين والقواعيد. هذا منهج أهل الضلال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذا منهج أهل السنة والجماعة، أنهم يعبدون الله ولا يشركون به شيئا، وأنهم يعتصمون بحبل الله ولا يتفرقون فيما في دينهم وأهوائهم، وإنما يكون هواهم تبعا لما جاء به الكتاب والسنة، وأن يناصح من ولاه الله أمرهم بأن يؤدوا الحقوق التي عليهم من طاعته والقيام بما يكل إليهم من الأعمال والوظائف، أن من مناصحة ولي الأمر، وأن يبلغوه ما يرون من الخلل والنقص حتى يصلحه. هذا منهج أهل السنة والجماعة. وقال صلى الله عليه وقال عباد بن سارية رضي الله تعالى عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأمر صلى الله عليه وسلم بتقوى الله، بفعل أوامره وترك نواهيه، وأمر بالسمع والطاعة
لولي أمر المسلمين. فإذا اجتمعت تقوى الله والسمع والطاعة حصل للمسلمين الخير الكثير. وإن تأمر عليكم عبد لا تحتقروا ولي الأمر مهما كان، وإن كان في مظهره أو في نسبه ما لا يعجبكم فإن طاعته واجبة لا نظرا لشخصيته وإنما نظرا لمنصبه الذي أقامه الله فيه ولما في ذلك من مصلحة المسلمين واستتباب الأمن. فإن ولي الأمر جعله الله سبحانه وتعالى حماية للمسلمين من التفرق والاختلاف ومن التناحر والتباغض بين الناس ومن تسلط الظلمة على الضعفاء، وجعله مقيما لحدود الله، وجعله مقيما للجهاد في سبيل الله، وجعله حاميا لثغور المسلمين يجتمعون عليه ويأتمرون بأمره وينقادون لطاعته إلا في معصية الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومعنى ذلك أن تجتنب المعصية وأن تطيعه فيما عداها مما ليس هو من معصية الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول السلف: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فالإمام له أهمية عظيمة، ولهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بمبايعة الخليفة من بعده قبل أن يجهز الرسول صلى الله عليه وسلم ويدفنوه. ما جهزوا الرسول وغسلوه وكفنوه ودفنوه إلا بعد أن بايعوا الخليفة من بعده، من أجل أن تتم مصالح المسلمين ولا يحصل نزاع ولا فرقة ولا اختلاف. وأوصى صلى الله عليه وسلم عند الفتن بالرجوع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والاعتصام بها. ومن الاعتصام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة ولاة أمور المسلمين عند الاختلاف. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بما يحدث من الفتن قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: أن تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. ففي هذه الآيات والأحاديث الحث على اجتماع الكلمة والنهي عن التفرق والاختلاف والتنازع، وإذا حصل نزاع فإنه يرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، والذي يتولى ذلك هم أهل العلم، فيرد الأمر إليهم وهم يحكمون بكتاب الله وسنة رسول الله وينهون النزاع والاختلاف، ثم يرضى كل من الطرفين بحكم الله ورسوله. وليس من شرط ولي الأمر أن يكون معصوما، لا يقع منه خطأ ولا تقع منه معصية، ليس هذا من شرط، فهو بشر يخطئ ويصيب وتقع منه بعض المعاصي. ومع هذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن نسمع ونطيع إلا إذا رأينا كفراً بواحاً عندنا فيه من الله سلطان. فإذا بلغ إلى الكفر البواح الكفر الأكبر فإنه حينئذ لا بيعة له. ولكن من الذي يحكم؟ من الذي يحكم بكفره؟ لا يحكم فيه إلا الراسخون في العلم الذين يصدرون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله ولا يصدرون عن الأهواء. أما ما وقع من ولي الأمر من الخطأ أو من المعصية التي هي دون الكفر فإن هذا لا يسوغ الخروج عليه ولا يسوغ شق عصا الطاعة، بل تجب طاعته وإن كان عاصيا وإن كان مرتكبا لكبيرة دون الشرك، فإن ضرر معصيته عليه وضرر مخالفته والخروج عليه يكون على المسلمين. والصبر عليه وإن كان عنده معصية أخف من المضار التي تترتب على الخروج عليه من سفك الدماء وضياع الأمن وتسلط الكفار وحصول الخوف على المسلمين، فيصبر عليه وإن كان عاصيا معصية لا تصل إلى حد الكفر. وكذلك يجب عليك أن تطيعه ولو كان ظالما، لو أخذ مالك وسلب ظهرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، لأن هذه المسألة مسألة الظلم وضرب الظهر وأخذ المال مضرة جزئية، ولكن الخروج عليه مضرة عامة تعم المسلمين وتفسد الأمر ويحصل بسببها من المضار العظيمة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن من قواعد الدين ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. وكذلك لا تطيع ولي الأمر إلا فيما ترضى أو تحب، بل تطيعه فيما تحب وفيما تكره، تطيعه في عسرك ويسرك وأثرة عليك في منشطك ومكرهك، تطيعه إن أعطاك، وتطيعه إذا لم يعطك من المال شيئا. قال الله سبحانه وتعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاهم عن ولي الأمر إنما هو لطمع نفوسهم، فإذا أعطوا شيئا رضوا وإذا لم يعطوا شيئا سخطوا عليه وتكلموا فيه ونابلوه. هذه طريقة أهل النفاق والعياذ بالله، هذه طريقة أهل النفاق. وقال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس عبد القطيفة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. هذه علامة أهل النفاق، أنهم لا يطيعون ولاة الأمور إلا إذا كان لهم طمع، وأما إذا لم يكن لهم طمع دنيوي فإنهم يعصون ولاة الأمور. أما المؤمن فإنه يطيع ولي الأمر سواء أعطاه أو لم يعطه، سواء أرضاه أو لم يرضه، طاعة لله وطاعة لرسوله وجمعا للكلمة وارتكابا لأخف الضررين لدفع أعلاهما. فهذا أمر يجب على المسلمين أن يتنبهوا له. وقال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة ثلاث مرات. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نصيحة، النصيحة لأئمة المسلمين لأن تنصح لهم في جميع الأمور، تنصح لهم بالطاعة فلا تعصهم،
فإن معصيتهم خيانة وليست نصيحة. تنصح لهم بالقيام بالأمانات والوظائف والأعمال التي يكلونها إليك فتؤديها على الوجه المطلوب، هذا من النصيحة لولاة الأمومة، لأنهم ائتمنوك على هذا العمل وعلى هذه الوظيفة وعلى هذا الأمر، فالواجب عليك أن تؤديه على الوجه المطلوب. ومن النصيحة لولاة الأمور الدعاء لهم بالصلاح، الدعاء لهم بالصلاح والاستقامة، لأن صلاحهم صلاح للمسلمين، صلاحهم يحصل نفعه لهم وللمسلمين، فعليك أن تدعو لهم بالصلاح. قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يدعو لولاة الأمور فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على ولاة الأمور فاعلم أنه صاحب بدعة. فمن النصيحة لهم أن تدعو لهم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لأن السلطان إذا صلح أصلح الله به المسلمين وأصلح الله به الأمور، فيدعى له بالصلاح. أما الذين يدعون على الولاة فهؤلاء أصحاب بدعة، وهؤلاء يريدون الشر للمسلمين، ولا يريدون اجتماع المسلمين، ولا يريدون صلاح المسلمين، وإن كانوا يزعمون أن هذا من إنكار المنكر، هذا هو المنكر نفسه. الدعاء على ولاة الأمور هو المنكر نفسه، وإن كانوا يزعمون أنه من إنكار المنكر، فهذا واجب عظيم. يجب على المسلمين أن يعرفوا هذه الأصول وأن يتمشوا عليها، ولا يغتروا بكثرة القيل والقال والثرثرة من بعض الجهال أو بعض المغرضين الذين ليس لهم هم إلا الوقيعة في أعراض المسلمين عموما وفي أعراض ولاة الأمور خصوصا، فإن هؤلاء مفسدون في الأرض، هؤلاء نمامون مغتابون، يجب الحذر منهم. هؤلاء يبغضون الراعي إلى الرعية، ويبغضون الرعية إلى الراعي، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم اللسان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الله ما أمرنا بطاعة ولاة أمورنا ولا أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لمصالح عظيمة، وما نهانا عن معصية ولاة أمورنا إلا لما في ذلك من المضار العظيمة. أنتم تقرؤون في التاريخ وتسمعون الوقائع الآن وترونها، الذين خرجوا على ولاة أمورهم وشقوا عصا الطاعة وأزالوا ولاتهم، ماذا حصل عليهم من النكبات؟ ماذا حصل عليهم من سفك الدماء؟ ماذا حصل عليهم من اختلال الأمن؟ ماذا حصل في بلادهم من النهب والسلب؟
ما لا حصل عليهم من تدخل الكفار في بلادهم وتسلطهم عليهم، ولو أنهم استقاموا مع ولاة أمورهم ونصحوا لهم وكانوا أمة واحدة لهابهم العدو ولا انتظمت أمورهم. تقرؤون ما حصل من الفتنة، تقرؤون ما حصل من الفتنة العظمى لما قام أناس من الأوباش والسفلة بقيادة يهودي يقال له ابن سبا، لما قاموا على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه فقتلوه، ماذا حصل بالمسلمين من النكبات الذي يعانون منها إلى الآن؟ ماذا حصل مع كل أمة خلعت ولي أمرها وعصته وأزالت ولايته؟ ماذا حصل لهم مما تسمعون وتقرؤون وتشاهدون الآن؟ أزالوا ولاة أمورهم، فماذا حل بهم؟ لا يزالون إلى الآن يعانون من الويلات ومن الحروب، من الحروب الأهلية بينهم الداخلية، ومن الحروب من أعدائهم، ومن اختلال الأمن، ومن نهب الأموال، ومن هدم البيوت، وغير ذلك من العقوبات. فلا يستقيم أمر المسلمين إلا بجماعة، ولا يستقيم ولا تستقيم لهم جماعة إلا بسمع وطاعة لولي أمرهم. فليتق الله أولئك الذين يحرشون ويتكلمون بولاة الأمور في مجالسهم وفي منابرهم وفي الأشرطة، يحرشون ويسبون ولاة الأمور ويكفرونهم. هؤلاء من المفسدين في الأرض الذين يجب الأخذ على أيديهم قبل أن يستكحل الأمر ويستعصي العلاج، فإن هذا ليس هو شأن المسلمين. شأن المسلمين أنهم يتناصحون بينهم النصيحة اللائقة بلا تشهير ولا تعيير وبلا غيبة وبلا إشاعة للفاحشة. فطريق المسلمين النصيحة اللائقة المفيدة. لا، وأما الكلام، أما الكلام في أحال الناس في المجالس هذه غيبة محرمة، فكيف إذا كان هذا الكلام في ولاة الأمور؟ إذا كان هذا الكلام في العلماء الذين هم قدوة الأمة، ألا يسبب هذا تشتت الأمة وتباغضها؟ ألا يسبب هذا الأمر انفلات الأمر في النهاية؟ ألا يسبب شراً كثيراً؟ فعلى هؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم وفي مجتمعهم، عليهم أن يتوبوا إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. ثم اعلموا عباد الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين. اللهم ولي علينا وعلى إخواننا المسلمين، اللهم ولي علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح إمامنا، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان، اللهم اهدهم سبل السلام،
اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم أصلح بطانتهم، اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها فقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.